كويسه جدا. اللي احنا هنبتدي نشرح البيفت تيبل والتشارت كله هبسطك فيهم باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله يا جماعه ان شاء الله في الكورس ده بعون الله هتعرفوا حاجات جميله جدا وسهله جدا بدايه من النهارده. يعني خليكم معانا النهارده والله بجد 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 هتنبسطوا قوي. يعني انا فايق وكلنا ان شاء الله نبقى فايقين وهطلع لكم ماده كويسه قوي ان شاء الله. تمام كده يا جماعه، بصوا بقى نبتدي. بصوا بقى يا جماعه، احنا نعمل شير سكرين اهو، نعمل ده على ده. احنا نبقى محتاجين نفتح اللابتوب مع حضرتك ولا نبقى بنبص بس؟ تبصوا بس اتمنى انكم تطبقوا. تمام، انتوا كده شايفين ان انا فاتحه ده دلوقتي؟ تمام تمام. بصوا يا جماعه كلكم شايفين صح؟ حد بصوا، انا صح، انا نسيت اقول لكم بس على حاجه. انا طبيعتي ان انا بحب حد يحسسني بالامان، يحسسني ان احنا ان في شبكه، لان في ساعات الشبكه بتقطع ولا انتوا بتسمعوني وانا بسمعكم واقعد اشرح وفي الاخر محمد احنا لسه ما مش سامعين اللي انت بتقوله. فحاولوا يعني ايه تبقوا كل واحد كده معايا. ممكن تمام تمام. بصوا يا جماعه، ده شكل الاكسل، ده شكل الاكسل يا جماعه. تمام، الاكسل ده بقى عباره عن ايه؟ عباره عن حاجات كتيره جدا. بص نعمل بس كده هايد فلوتنج. بصوا يا جماعه، الاكسل ده جميل جدا. الاكسل ده اهو عباره عن مربعات اهي، دي اسمها خلايا، المربع ده اسمه خليه، والاي الاي بي سي دي ده اسمه عمود، حتى بالطول اهو، عمود اهو بالطول اهو، وده 1 2 3 4 ده اسمه رو او صف، اللي هو صفوف، صف اهو 1 2 3 وهكذا، وده اسمه عمدان او كولوم اللي هو ده. تمام، وده اسمه شيت واحد وشيت اتنين وشيت تلاتة وشيت اربعة، ونقعد بقى نجري بقى في شيتات كتير قوي. الاكسل ده كله اسمه ورك بوك، يعني الحتة دي كلها اسمها ورك بوك. اللي جوه ده اسمه شيت اكسل، ادي شيت اتنين تلاتة اربعة. تمام كده يا جماعة، كده انتوا سامعيني صح؟ تمام. بصوا بقى نبتدي نشرح كده شوية حاجات جميلة قوي. الخلية دي بيكتب فيها كذا حاجة، يعني ممكن تكتبي فيها كده، ممكن تكتبي فيها ارقام، ممكن تكتبي فيها علامات عشريه اللي هي بوينت كده وهكذا. الخليه دي بتكتب فيها اي حاجه. تمام، نبتدي بقى نشرح القوائم. في قائمه اسمها هوم، انسرت، بيج لاي اوت، فورمولا، داتا، كل ده جميل وكل حاجه، بس اللي احنا هنستخدمه اللي هي الهوم، وهنستخدم الداتا. يعني اغلبيه الاستخدامات كلها بنسبه 90% من الاستخدامات، ده مش 90، ده اكتر من 90 كمان، الهوم والداتا. هنقول لكم دلوقتي الهوم والداتا دي بنستخدمها في ايه. قائمه انسرت الصغيره دي عشان البيفت تيبل بس مش اكتر. هوم والداتا دي الاستخدامات اليوميه الحياتيه بتاعت الناس. بصوا بقى يا جماعه، هنيجي اهو كده. القائمه دي بتقول ايه؟ بتقول ان لو وقفنا هنا مثلا في الخليه رقم دي، يقول لك الخليه اسمها سي 3 اهي، مكتوبه اهي، بتتنطق اسم العمود الاول السي، وبتنطق اسم الصف الثاني اللي هو 3. لو وقفنا هنا هيقول لك اتش 6، يعني اللي هو اتش و6. تمام كده، فاهمين كده يا جماعه؟ تمام كويس جدا. بصوا بقى نبتدي نشرح من اول هنا كده. الكت والكوبي، الكت والكوبي، حد عارف ايه الفرق ما بين الكت والكوبي؟ في كوبي بيست وفي كت وبيست، حد عارف ولا لا؟ ممكن حضرتك كوبي بيست بيسيب نسخه من اللي خدها بالزبط. لكن كات مش بيسيب نسخه. بالظبط بالظبط. هقول لكم دلوقتي الفرق ايه. الفرق اللي هو مثلا ايه، لو احنا كتبت ليكن مينا، تمام، وهنا مثلا حبينا ناخد كوبي، دوس عليها اهي كده كوبي، ونحطها هنا كليك يمين بيست اهي، فكده احنا خدنا نسخه بس منها. لكن لو خدناها كات ايه اللي هيحصل؟ اهي دي كات، وخدناها هنا دوسنا كليك يمين وبيست، مينا دي اتشالت. الفرق ما بين كوبي وكت، الكوبي بتاخد نسخه، الكت ما بياخدش الكوبي بتاخد نسخه، الكت ما بياخدش نسخه، يعني بياخد الشخصيه نفسها ويحطها. تمام. الفورمات بينتر دي يا جماعه بتستخدموها برده كتير، دي هقول لكم بتستخدموها ازاي. بصوا وليكن انا هخلي مينا دي باسم كبير، يعني مينا اهي هخليها مثلا كده كده كبيره كده، ونخليها كبيره هنا كده، ونخليها باللون الاصفر، ونخلي الكتابه باللون الازرق. تمام، لكن لما انا اجي اكتب هنا واكتب مثلا اسم احمد، الكتابه هنا انا عايز الكتابه بتاعت مينا زي الكتابه بتاعت احمد، فايه اللي هيحصل؟
نقف على مينا دي كده وندوس عليها فورمات بينتر وندوس على دي كده. شفتوا ايه اللي حصل؟ فاهمين يا جماعه شفتوا الفرق؟ ان انتوا بتخلوا كتابه او خليه زي خليه، فاهمين قصدي؟ يعني لو كتبت هنا مثلا مثلا منى مثلا، مش هتلاقي منى في اي حاجه، هتلاقيها فاضيه. لكن لو دوست على دي وعملت لها فورمات بينتر وبعد كده عملتها هنا هتتعمل. طب هقول لكم على حاجه كويسه قوي، طب لو انا عملت دي فورمات بينتر ورجعتها على مينا هتتعدل تاني، لو انا عملت من مينا دي هترجع تاني زي كله، هيبقى زي الاول. فاهمين كده يا جماعه؟ نعيشكم بس ايه كل فتره والتانيه والنبي تقولوا لي بس احنا فاهمين. فاهمين قصدي؟ او حد معايا تمام. يعني كل فتره كده بالله عليكم يعني ايه فكروني. فاهمين؟ اهو دي اول حاجه. الحاجه التانيه احنا خلصنا الحته دي، الحته دي حته تظبيط فونت، فونت يعني اللي هو الكتابه. يعني مثلا هنا مثلا ايه، احنا لما قلنا الكتابه هنا مينا، هنا مثلا ممكن نكبر الكتابه اهي، نصغرها، نخلي مثلا الكتابه اهو شايفين الكتابه تلاقيها بتتغير معانا، مثلا دي مثلا نخليها مكتوبه بالمنظر ده، دي تعديلات شويه. نخلي الخلفيه لونها اصفر، نخلي الكتابه لونها ازرق، نخليها بولد اللي هي تخين، نخليه مايل اللي هو ايتاليك، نخليه ده اللي هو الاندرلاين اللي هو فيه تحتيه خط، وهكذا. دي بتبقى من الاخر تظبيطات، يعني تظبيطات اللي هي بتبقى تظبيطات انتوا بتعملوها دي اذواقكم يعني. الحاجه دي اللي هي الالاينمنت دي اللي هي المحاذاه، حتى مكتوبه اهي الالاينمنت. الالاينمنت دي للمحاذاه. يعني مثلا شايفين لما انا خليت مينا دي مثلا كبيره كده، بصوا اهي اهي، لا نصغرها شويه كده ونخلي دي كده تحت. بصوا مينا تلاقيها تحت، انا عايز اخليها في النص هنا، ندوس هنا في النص، نخليها في النص كده، نخليها على الشمال، نخليها فوق هنا، نخليها على اليمين كده، وهكذا. تقعدوا تظبطوها. حته ممكن مثلا تغيروا بقى اللي هي تخلوها بالمقلوبه معموجه كده، اللي هي الحاجات اللي هي بتبقى كده، نعدلها بس نرجع تاني خالص اهو تمام. مثلا اللي هي ما التانيه بقى اللي بعديها، دي بقى بتخليها لو عربي الانجليزي، دي برده ما بنستخدمهاش قوي، الحته دي ما بنستخدمهاش خالص يعني. الراب تكست والميرج، ركزوا يا جماعه في اللقطه اللي انا هقولها دي. بصوا يا جماعه الكلام ده، بصوا لما اجي اكتب هنا مينا، منى، احمد، مصطفى، حاجات زي كده كتير. بصوا لو انا جيت كتبت هنا دي مثلا، بصوا تلاقي الكلام مخفي، يعني مع ان مينا، منى، احمد، مصطفى، بصوا الكلام حوالي اربع كلمات بس، بصوا اللي باين منها ايه، مينا ومنى بس. فراب تكست دي اللي هي بصوا اما ادوس عليها بتاخد الكلام تخليه تحت بعضه. فاهمين قصدي يا جماعه؟ حد فاهمها ولا لا؟ تمام كده يا جماعه، يعني انتوا كلكم فاهمين الحته دي؟ نعم مفهوم. كويس جدا. بصوا بقى دي الراب تكست، ولو رجعتها هترجع تاني زي ما هي. الميرج دي بقى مختلف، هقول لك بقى الميرج دي ازاي. بص بقى لما اجي اكتب هنا مينا، وهنا احمد، وهنا محمد، ولو خلي دي وخلاص. بص لما اجي خلي دي احمد دي شويه، لما اجي انا عايز اكتب مثلا اعمل زي خليه كبيره، يعني تبقى خليه مثلا واخده الحته دي كلها. فبص الخليه دي مينا هنا، اروح بص اعملها كده وراح اعمل ميرج، بقت كلها خليه واحده، خدت بالكم؟ ونكبرها كده، فاهمين؟ يعني هي الميرج دي خدت الخليه كلها، يعني خدت 1 2 3 4 5 6 7 7 عمدان، خدتهم كلهم في خليه واحده. فاهمين قصدي ولا لا؟ تمام. بس يعني انا ببقى عايز بس اسمع تمام دي. تمام كويس جدا. طب هقول لكم بقى مشكله الميرج ايه. بصوا بقى مشكله الميرج، مشكله الميرج ان انت، هقول لك ازاي. لو انت كتبت مينا وهنا احمد وعملت كده وقلت نعمل ميرج، بص ايه اللي هيحصل. بيقول لي خد بالك، خد بالك الميرج بياخد كلمه واحده بس، بياخد من الليفت للرايت، يعني من الشمال لليمين او من اليمين للشمال على حسب الاكسل، لان في ناس هنا بتبقى الاكسل ده معمول بالعربي، معمول الناحيه الثانيه، يعني تلاقي الاكسل معمول بالناحيه الثانيه. فبص لو دوست اوكي اللي هيحصل، هتلاقي مينا بس اللي اتاخدت، احمد اختفت. فاهمين قصدي ايه؟ الميرج بياكل الحته دي بس كده. دي احنا كده خلصناها. الجنرال، الجنرال دي بقى ايه، دي بقى تبقى ايه مثلا،
هتبقى مثلا هو بيحددها. يعني مثلا انت مثلا وليكن كتبت مثلا 1000 او ما اعرفش الارقام دي، لما دي تدوس عليها مثلا تخليها نمبر، نمبر دي بيروح حاسبها لك بقى لو في ارقام عشريه ولا حاجه، خليها كرنسي يروح حاطط لك جنبيها يقول لك علامه الدولار، يخليها مثلا شورت ديت ولونج ديت وتايم وبرسنتج، البرسنتج اهي اللي هي علامه مئويه، ساينتفك وتكست وحاجات كده كتير. دي كده من ضمن الحاجات اللي احنا بنعملها. دي برضو الاختصارات اللي فوق، يعني مثلا انا كتبت مثلا كده اهو، دي عشان كرنسي. طب لو انا عايز اقسمهم ما بين حاجتين، يعني دي كده تبقى اسمها ايه 100,000. حد خد باله ولا لا من اللي انا بعمله؟ الو تمام، سهله بسيطه. يعني بص، لو انا كتبت هنا 100,000 جنيه مش تعرفوا تقروها، ممكن في ناس تتلخبط ما بين مليون وفي ناس تتلخبط ما بين 10,000، لكن هنا لو انت عملت العلامه دي بتاعت السبريت دي او الكوما ستايل هتلاقي قسمت لك ال 100,000 اللي هي الاحاديات لوحدها والعشرات لوحدها والالافات لوحدها. فاهمين قصدي؟ تمام ولا؟ الو تمام كده. تمام ده. واحد. بالله عليكم كده، ايوه خليكم معايا كده، طمنوني كده اللي انتم موجودين معايا. تمام اهو كده احنا مسحنا دي. حد هنا بيستخدم اكسل صح كده؟ مين بيستخدم اكسل؟ مش كان في حد هنا كان بيستخدم اكسل؟ احمد حسن. شمس. بص يا شمس هقول لك على حاجه. يا فندم حضرتك. ركزوا كده يا جماعه في اللي انا هقوله ده. يعني اللي بيستخدم اكسل يركز معايا في اللقطه دي. بصوا كده يا جماعه، لما اجي اكتب، بصوا هل قابلتكم المشكله دي اللي هي 010 77 كده؟ ايه اللي حصل؟ ان الزيرو اللي في الاول اختفت. حد خد باله ولا لا؟ عارف حلها يا احمد؟ في علامه الاصفار دي اللي هي تحت الجنرال يا فندم. حد عارف حلها؟ احمد حسن قال لي تحت الجنرال. احنا ممكن نخليها تكست، ما نخليهاش نمبر. كويس هي الحته دي. بصوا يا جماعه، بصوا اللقطه دي، لما بتيجي تكتب اصفار كتير وتكتب واحد، ايه اللي بيحصل؟ ان الاصفار اللي على الشمال بتتشال، لان ده منطقي، لان الطبيعه في الرياضه يقول لك الصفر على الشمال ملوش لازمه. فلما تيجي تحط هنا حوالي 4-5 اصفار وواحد، الاصفار هتتشال. فانت في ناس بتبقى عايزه الاصفار دي موجوده. بس فاكرين انتوا حته نوع الخليه؟ نوع الخليه اذا كانت جنرال او نمبر او لو انتوا خليتوها 0100 هي مثلا دي الخليه دي مثلا، خليناها اللي هي الكولوم ده كله خليناه نمبر وعملنا كذا صفر واحد، برضو هتتشال الاصفار، هتتشال لان الارقام مش تقرا كده. فايه اللي يقراها؟ اللي يقراها حته التكست اللي هي تيجي تعمل كده وتختار كلمه تكست، لان في الخليه دي الاكسل هيقراها ان هي كتابه. بمعنى لو انا حطيت اصفار كتير ودوست انتر مش هيمسحها، لان هو شايفها كتابه. فاهمين قصدي؟ تمام. ولو عايز اخلي الارقام دي عربي، يعني ما ثبتهاش على انجلش. دي سهل، امرها سهل. بصي في الوقت كده ما اعرفش بيعملوها، تعالوا بس نخليها الاول كده جنرال، بتدوس كليك يمين وفي حاجه اسمها فورمات سيلز، وفي من الكاستم نقعد بقى نجرب. انا بصراحه ما جربتهاش بقى لي عربي بقى لي كتير. هو تقريبا ما حدش بيستخدم العربي في الاكسل، ده كله انجلش تقريبا. لا بص، هو بيبص اقول لك على حاجه، هم بيقعدوا يعدلوها كده. هي بصي، هي من الاخر هي من فورمات سيلز، كنت انا فاكر الحته بتاعت العربي، لان للاسف انا لما جيت عملتها اضطريت اخش على جوجل وخدت كوبي لحاجه كده كود، اضطريت احطه. صح عندك حق. بس هي من هنا من فورمات سيلز ومن كاستم، بتاخدي الكوبي وتحطيه هنا. تمام. لما باجي بقى انقل على جهاز تاني عشان يبان الشيت زي ما انا عاملاه، بيجيب لي برضه حتى لو انا عاملاه عربي ومسيباه عربي. لا ما هي دي كاستم، بتبقى دي معموله لما بتفتح على جهاز تاني مش على نفس الجهاز اللي اتعمل عليه. انا فاهم، لان ده بيبقى كود مخصوص بيتحول من عليه الحاجه دي، بتبقى دي كود مخصوص. فاهماني؟ بيبقى مش من، يعني ده مش التاندرد مع اي جهاز، يعني مش لا ده مش اكسل.
ده بيبقى حاجه كده ستاندرد عشان مثلا اللي بيحط مرتب ولا حاجه، سامعني؟ عشان اللي بيحط مرتب ولا حاجه بيبقى عايز بيخليها بالعربي، فبيبقى او مثلا بيبعت مثلا ارقام بالعربي ولا حاجه فبيبقى عايزها بالعربي. فانا فاهم بيبقى في ديت مثلا 2023. انا فاهم بس انا ممكن اجيب لك الكود ده، بس هو الفكره ان دي مش ستاندرد في الاكسل، بس دي امرها سهل يعني، دي امرها سهله يعني مش صعبه. انا فاكر ان هي كانت فورمات سيلز وكاستم. المهم تمام، انا اهو مسحنا دي. بصوا بقى يا جماعه، ده اللي جايه دي بقى اختراع. حد يعرف دي استخداماتها ايه، كونديشنال فورماتنج دي؟ ها سامعيني؟ انتوا سامعيني صح؟ دي التنسيقات، التنسيقات بتاعت مثلا لو احنا بندخل حاجه وعملنا عايزين نعمل لها تنسيق معين او اي حاجه في الاشكال دي. كويس. بصوا بقى انا اوريكم على شويه حاجات وان شاء الله ان شاء الله تساعدني فيها محمد برضو وتركزوا فيها، الموضوع ده حلو جدا. بصوا يا جماعه، لما اجي مثلا اعمل هنا 10 20 15 9 7 5 0 70 60 50 90 كده. بصوا يا جماعه، الارقام دي ارقام فيها كبير وصغير وحاجات زي كده كتير. فبصوا بقى يا جماعه نعمل ايه بقى، هقول لكم الحته دي. الكونديشنال فورماتنج دي اختراع بمعنى اختراع حرفيا، دي هتستخدموها كتير جدا. انتوا اول حاجه بتعلموا على الارقام اللي انتوا عايزين تعملوا فيها، هقول لكم تعملوا فيها ايه، وندوس على دي. بيقول لك هايلايت، حتى كلمه هايلايت، هايلايت يعني علم. بصوا بيقول لك ايه، علم على ايه، على الجريتر زين. الجريتر زين اللي هو اكبر من، اكبر من كام مثلا؟ نقول له انا عايز علمني على الاكبر من 7. بصوا الاكبر من 7 علمني ايه بقى، التسعة اكبر من 7، ال15 ال20 ال10 ال69 ال50. طب علمني على الاكبر من 20، ال20 59 50 29. حد فاهم حاجه ولا لا؟ حد فاهم حاجه؟ تمام فاهمين اللي انا بقوله ده؟ ايوه تمام واضح. تمام بص بقى، ودي بقى حاجات بقى زي كده كتير. يعني مثلا ممكن نعلم هنا في هايلايت للزان، للزان اللي هي اقل من، اقل من مثلا كام، اقل من مثلا وليكن 10، هيقول لك مثلا الشويه دولت. طب اللي اقل من مثلا 20 الشويه دولت، وهكذا. وفي بتوين اللي هو انت عايز تعلمني ما بين كذا وما بين كذا، وايكوال تو اللي هي بتساوي كذا، يعني علمني على الارقام اللي بتساوي 10 او اللي فيها 5 وهكذا. تكست ذات كونتينز دي تحفه يا جماعه، دي تحفه. بمعنى ايه تكست ذات كونتينز؟ اللي هي الحته دي، الحته دي جميله قوي. في ايه؟ لما اكتب هنا مثلا محمد، وهنا احمد، وهنا مينا، وهنا منى، وهنا ما اعرفش ايه، سوزان مثلا، سوزان تمام او سوزان ما اعرفش كده، كده ممكن حاجه زي كده، ونعلم عليهم نقول لهم ايه تكست ذات كونتينز. انا عايزك تعلمني على اللي فيهم اتش، يعني اللي فيهم حرف الاتش. بصوا اهي اللي فيهم حرف الاتش اللي هو ايه، محمد واحمد. هل دي كنت تعرفها يا محمد؟ الو بصوا معلش تاني، هو انت جبتها يعني انت سلكت عليهم كلهم بعد كده كنترول اف؟ لا ما قلتش كنترول اف، ركزي معايا شويه يا جيهان. اهو دي بنعلم عليها كده، ونروح جايين دي كونديشنال وهايلايت. هايلايت دي اللي هي القسم بتاعها، تكست ذات كونتينز اهي، ونقول له ايه علمني على اللي فيهم مثلا حرف اي. اي دي اللي فيها مينا، مينا فيها حرف اي. طب علمني اللي فيها حرف او، محمد ومنى فيهم حرف او. طب علمني اللي فيها حرف اي، كله فيها حرف اي. طب علمني اللي فيهم حرف اس، وهكذا. فاهمين قصدي معايا؟ تمام ايوه فاهمين اقصد. كويس قوي. الاخيره دي ستصدمك، الاخيره سوف تصدمك. بصوا يا جماعه، وليكن احنا عندنا 10 20 15 وكل ده، هنعلم عليهم كله وهنعمل كده كونديشنال فورماتنج. كونديشنال فورماتنج اهو، ونيجي على دوبليكيت. حد يعرف يعني ايه دوبليكيت؟ حاجة المتكررة مثلا، رقم متكرر او حاجة زي كده. جدع كويس، دوبليكيت دوبليكيشن يعني متكرر. بصوا يا جماعة، لما اجي ادوس على دوبليكيت ما حصلش حاجة،
عشان ما فيش حاجة متكررة. لكن لو انا جيت هنا وكتبت رقم 10، بص ايه اللي هيحصل. حد خد باله ولا لا؟ حدد الارقام اللي متكررة بقى معانا. كويس. طب لو كتبت مثلا رقم 17، 17 ما فيهاش. طب لو انا كتبت مثلا 20 اتكررت. فاهمين يا جماعة ان الدوبليكيشن بيحدد الارقام المتكررة؟ فاهمين اللي انا بقوله؟ الو، السلام عليكم، انتوا معايا؟ طب حد بس يعني ايه؟ ايوه فاهم. كل شويه، ما هو مش محمد بس اللي هي. ايوه ايوه معايا. حاضر حاضر، ماشي خليكم معايا كده يا جماعه، يحسوني ان انتوا موجودين. بصوا بقى يا جماعه، كده احنا عملنا الدوبليكيشن. في بقى اكتر من 50,000 حاجه نقدر نعملها. يعني كونديشنال فورماتنج دي فيها حاجه كتير جدا. في ان انت مثلا يقول لك توب 10، اللي انت هات لي اعمل لي هايلايت على التوب 10 اللي هم اقل حاجه. طب اكتر، قصدي اعلى 10 اشخاص، او مثلا ممكن تقول لي على اقل، او مثلا اقل او 3 اشخاص وهكذا. ممكن نعمل دي كده ونعمل دي كلير، وممكن مثلا نقول له مثلا هات لي اعلى، لا مش دي اهي، توب 10 اقل مثلا اعلى 5 اشخاص او 4 اشخاص، اهو 3 اشخاص اهو، اللي هو اعلى حاجه ايه 29 و50 و59. طب اعلى 4، 4 عشان في 20 متكرره. طب وهكذا بقى تختاروا. بصوا موضوع الهايلايت ده تحفه التحفه. البوتوم ده هات لي اقل 10 قيم، اقل هات لي اقل 3 قيم اللي هو 0 و2 و5، مفيش اقل منهم. فاهمين قصدي يا جماعه؟ انتوا معايا صح؟ تمام حاضر، اتفضل. ماشي تمام كده يا جماعه، كده احنا خلصنا دي. الفورمات از تيبل وفورمات از سيلز دي بصراحه محدش بيستخدمها خالص. انتوا بتقعدوا تظبطوا بس الالوانات اهو، تعملوها مثلا اللي هو دي انا مش شايف لها اي حاجه، اللي هي الحته بتاعه الفورمات از تيبل دي. التيبل دي اللي انت تعملها كتيبل، ان انت لما تيجي تحط معادله تسمع في كله بدل ما تسمع في معادله في سطر واحد بس، دي شايف ان هي مش مهمه قوي بالنسبه للبيزكس. اما مثلا دي عايزين مثلا نخليها بالشكل ده، نخليهم بالشكل ده وهكذا. مثلا كده انتوا بقى يعني دي بتبقى على حسب انتوا شايفين الشغل ازاي، او انتوا بتظبطوها على حسب شغلكم انتوا. فاهمين قصدي ايه؟ الانسرت والديليت والفورمات دي بتبقى من هنا افضل. بصوا يا جماعه، لو انا عايز ما بين 10 20 و15 اعمل زي صف جديد، اروح دايس هنا كده كليك يمين واعمل انسرت، فبيجي صف جديد كده فاضي. فاهمين قصدي؟ طب لو عايز امسحه ادوس كليك يمين وامسحه. طب عايز ما بين الدي والاي اعمل يعني مثلا ما بين هنا 10 وهنا مثلا 50، عايز اعمل فواصل ما بين العمود ده والعمود ده، اروح دايس كليك يمين هنا انسرت، عمل لي فاصل تاني ما بين ده وده. طب لو عايز امسح ادوس كليك يمين واعمل له ديليت. هي دولت اللي بيحكوا فيها. الاوتو سم والفيل والكلير دي انا بقى اشرحها لكم بقى لوحدها. كده احنا عرفنا الهوم اهو، وفي حاجه بقى بسيطه جدا ان احنا نعمل الداتا دي. الداتا دي فايدتها ان احنا نيجي في الفلتر بس. الفلتر دي اللي هو ايه؟ اللي احنا نيجي نقف هنا كده ونروح دايسين على كلمه فلتر، هيطلع لنا علامه اللي هي عامل زي الاسهم دي، ونقول له مثلا فلتر لي ونشيل دي كده، ونقول له انا عايز الرقم اللي هو طب ثواني، واقف 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 واقف، الحاجات اللي انا عايزاها بس. الفلتر ده بيفلتر فعلا الحاجات اللي انت عايزاها بس فعلا اهو، يفلتر لك على الحاجات اللي انت عايزاها. تدوسي على سيلكت اول دي كده تخرجيهم خالص، وتختاري مثلا 5 و15 و59، هيجيب لك الحاجات دي كلها. تمام، وبعد كده ترجعيها سيلكت اول، دوسي اوكي، رجعت تاني. تمام تمام. نيجي بقى لاول معادله في بيتفلتر ارقام بس ولا بيتفلتر كلام كمان؟ حاجه بيتحط الفلتر عليها بيفلتر عليها. اه بالظبط. بصوا بقى يا جماعه، تمام. نيجي بقى لاول معادله هنشتغلها. حد جاهز لاول معادله غير اللي اشتغلوا على الاكسل؟ حد هنا نفسه يشتغل يعمل معادله على الاكسل ويعني يخش معايا ولا ايه؟ ايوه مع حضرتك. تعالي يا ستي. بصي اي معادله في الاكسل بتبتدي بكلمه يساوي. يساوي دي تمام، يعني بمجرد ما تكتبي يساوي هتبتدي تفتح لك قوايم جديد كتيره. يعني بمجرد ما ادوس اتش، ادوس كيو، ادوس دبليو، ادوس ار، ادوس في. او بس معلش يا استاذ محمد، بس كان انا لسه داخل دلوقتي، كان في مشكله في الاتصال يعني، فلو حضرتك تعيد بس اللي قلته. انا هشرح لك اول معادله. انت بتستخدم اكسل ولا لا يا مصطفى؟
بيستخدمه عندي في الشغل اه، بس كلها حاجات كتابيه يعني، لكن ما بخشش في ايكويشن وكده. جات لك الفرصه انك تشوف اول ايكويشن في حياتك تعملها بايدك كمان. بص اقول لكم على حاجه يا جماعه، وليكن هنا 10 وهنا 10 تمام، اهو نخليها كده في النص كده شويه ونكبر الكتابه شويه. انا عايز الناتج هنا، الناتج اهو هنكتب الناتج اهو او التوتال، التوتال يبقى هنا تمام اهو. عشان اجمع 10 زائد 10 في الاكسل، اول حاجه في المعادلات اي حاجه في المعادله بتبتدي بكلمه يساوي، يساوي تمام، واروح واقف على الخليه اهي ال10 دي، تروح داس عليها دوسه واحده. جاب ايه؟ جاب سي 3. سي 3 يعني اللي هي احنا بنقرا المعادله ازاي، بنقرا قصدي الخليه ازاي، ان هي اول حرف في الكولوم، اول حرف الكولوم، وبعد كده وبعد كده الصف. يعني نقرا الكولوم اللي هو سي والصف رقمه 3 يبقى سي 3، واروح عامل علامه زائد، واروح دايس على العمود اللي تحتيه، على قصدي الخليه اللي تحتيها. قال لك سي اللي هي اول عمود، العمود اوله سي و4 سي 4، ونروح دايس انتر. جاب لك كام؟ ان المعادله ايه؟ 20. معايا كده ايمان؟ ايمان؟ طب بصوا يا جماعه، تمام زي الفل. فكده احنا عملنا المعادله. حد تاني نفسه يجرب المعادله دي معايا تاني ولا ايه؟ تمام تمام ماشي. بصوا كده يا جماعه اهو جبنا المعادله. ففي بقى حاجه تانية احسن كتير قوي. طب لو غيرنا ال10 دي خليناها مثلا 15 هتبقى 25 الناتج. طب لو خليناها 100 هتبقى 110، ده الناتج بتاع دي كده معادله الزائد. البلس يعني زائد اهو، اهو زائد. فين زائد؟ زائد بتتكتب ازاي؟ انا كنت لسه عاملها من شويه اهي، زائد اهي، دي اللي احنا عاملينها تمام. طب عايزين نطرح، حد جاي تاني ولا ايه؟ هتبقى نفس الخطوات برضه، بس هتبقى بدل بلس هتبقى ماينس. انا بحبك يا عماره والله، يعني ربنا يخليك. بصوا يا جماعه، هنا هتبقى، لو هنا هتبقى 100 وهنا 60، فالناتج هنا التوتال هنقول يساوي، ندوس على الخليه اللي فيها ال 100 دوسه واحده، وبعد كده نروح دايسين ناقص، وبعد كده ندوس على الخليه اللي فيها 60 دوسه واحده، ونروح دايسين انتر. يقول لك ايه 40؟ طب لو خلينا دي 20 هتبقى 80، طب لو خلينا دي 10 هتبقى 90، طب لو خلينا دي 100 هتبقى 0 تمام؟ بس كده. طب كده الناقص اهي. طب عايزين يا جماعه نجمع نضرب، قصدي يا جيهان انت لسه داخل جيهان. طب عايزين قصدي نضرب، ها نضرب مين؟ بصوا يا جماعه لو دي هنا قلمت النجم عشان بالظبط كويس، لو هنا 2 وهنا 3 نمسح دي كده. عشان نضرب هنقول ايه؟ هنقول يساوي، وهنختار الخليه اللي فيها 2، وندوس على شيفت 8. شيفت 8 اللي هي العلامه اللي هي الاسترك دي او النجمه تمام، وروح دايس على الخليه اللي فيها 3، روح دايس انتر، بقت 6. لو انا خليتها مثلا 10 هتبقى 20، وهكذا اهو. ونمسح دي كمان، ودي الضرب. بعد كده تعالوا مثلا نعمل المعادله بتاعت القسمه، وليكن دي 6 وهنا 3، فهندوس يساوي الخليه اللي فيها 6، وبعد كده اللي هي علامه دي اللي هي السلاش دي او الباك سلاش، بعد كده على الثلاثه ندوس انتر بقت 2، وهكذا. بس احنا كده عملنا اهو ده الجمع الناقص او اللي هو الناقص، ايوه الضرب القسمه. هل حد كده فاهم حاجه ولا محدش فاهم حاجه؟ واضح يا استاذنا، فاهمين كده تمام. ماشي تمام كده انا فاهم. هتيجي بقى مشكله تقابلنا صغيره جدا، دي اللي احنا مش عاملين حسابنا عليها. جيهان انت معايا؟ جيهان
المشكله اللي اتقابلنا بقى هي ايه؟ بصوا بقى هقول لكم هي ايه. مش احنا قلنا ان الجمع والطرح والناقص دي بتبقى مثلا 10 زائد 5 وهكذا. طب لو احنا عملنا دي لو لقينا مثلا حاجات زي كده لا دي خليها مثلا لا ما تبقاش كده تبقى كده دي مثلا 90 مثلا وعايزين الناتج دي كده كويس اهي وعايزين الناتج اهو التوتال او الناتج الناتج ده يجمع لي كل دولت. المشكلة اللي هتقابلك ايه؟ ان انت لو هتجمعهم اللي هو بيساوي ده زائد ده زائد ده زائد ده زائد ده زائد ده يا لهو ده شلل. انتوا فاهمين اللي انا بقوله ولا لا؟ ايوه هو ممكن يتلخبط كمان او ارقام لا قلتوا صمم بقى الله عليك ايوه تعالوا كده تعالوا اوتو صم كويس. بصوا بقى يا جماعه هنروح عاملين ايه؟ هنروح دايسين يساوي. يساوي دي يعني ايه؟ يساوي دي اللي هي بتبتدي معادله ونروح كاتبين كلمه صم اس يو ام ونروح دايسين عليها مرتين بالكليك ونعلم على كل ده وبعد كده نروح دايسين انتر. ايه اللي حصل؟ ان الناتج بقى 272. طب لو انا خليت دي مثلا 10 مثلا بقى 200 بقى 200 وهكذا كل شويه الناتج بيتغير. الصم دي للحاجه الكبيره للارقام الضخمه تبقى اسمها صم الجمع. تمام اهو كده احنا فهمنا لحد هنا يا جماعه. ها ايوه تمام فاهمين كده جدا. طب نيجي بقى لا نعملها كده معلش لحاجه كده جديده. الجديد اللي هو ايه بقى؟ اللي هو طب انا عايز اعد كام حاجه كام خليه اعدها مش اجمعها. فاهمين الفرق ما بين العد والجمع؟ يعني مثلا هنا محمد محمد احمد مينا منى مثلا جيهان هند اهي لا اهي هند. فانا عايز اجمع هو عايز اعد كام واحد. اكيد انا مش هقعد اقول 1 2 3 4 5 6 واقعد اعد بقى. طب افرض هم 100 شخص اعدهم ازاي؟ في بقى معادله اسمها كاونت بيساوي اسمها كاونت ايه. تمام اهي واروح معلم عليهم كده كلهم واروح داس انتر. قال لك ايه؟ قال لك ده 6. طب لو انا شلت جيهان دي قال لك ده 5. لو انا شلت مينا قال لك ده 4. فاهمين قصدي ولا لا شباب؟ تمام تمام كويس تمام تمام. يبقى كاونت ايه دي اسمها كاونت ايه. يبقى تستخدم للعد اهو. تمام كده يا جماعه؟ تمام. طب نيجي بقى حاجه تانية خالص. بص تعالوا هنا كده انتوا شايفين المثال اللي قصادي ده؟ الو تمام. انا بس كنت بسال اهو ما الكاونت بس دي بقى ايه؟ يعني كاونت ايه؟ كاونت بتعد الارقام بس. يعني اهو لو هنا مثلا 10 وهنا 20 وهنا محمد وهنا 70 وهنا 50 60 وهنا احمد ودوست على كاونت كاونت وعلمت دي كده قال لك 4. انت سامعني؟ الو تمام. قال لك 4. 4 ليه؟ مع انهم 1 2 3 4 5 6 مع انهم 6 بس هي عدت الارقام بس.
يعني كاونت ايه للاسامي والارقام كله وكاونت كاونت ايه دي لكله. انت معايا؟ تمام شكرا جدا. كاونت ايه طيب. كاونت ايه لكله كاونت كاونت بس للارقام. فبنشرح كاونت ايه لكله فاهمين يعني الاي دي اللي اسمها كاونت اول يعني كاونت اول دي للكل فاهمين يا جماعه. الو هو انا بدوس يساوي وبكتب كاونت ايه وبقوم اعلمها بكليك يمين ولا بعلم بكليك شمال ولا بدوس شمال. على كليك شمال بمجرد بصي بمجرد ما بتكتبي هنا بيساوي كاونت ايه اهي ظهرت هو بيعمل بيفتح لك الكوس لوحده تدوسي عليها مرتين تفتح لك الكوس لوحده اه وتعلمي تمام. وتعلمي كده وتروح دايسه انتر على طول فاهمه تمام فاهمين كده فاهمين كده يا جماعه تمام هو فاهمين فاهمين. تعالوا بقى للي جايه بقى اللي جايه دي بقى حاجه كويسه قوي. بص شايفين المثال ده شايفينه معايا ولا لا ولا الو ده شيت مرتبات كده ده بالظبط كويس قوي. شيت المرتبات ده انا عايز اعرف راتب يعني ده راتب المحاسب اللي اسمه سعيد وده راتب الاداري اللي اسمه حسين كل دول انا عايز مجموع الرواتب دي كلها هنعملها ازاي؟ هنعمل في خانه نعمل ايكوال وبعدين نعمل اوتو سام ونعلم عليه ماشي اهو نكتب ايه؟ جمع هنكتب ايكوال الرواتب لا ثواني اهو الرواتب اهو لا يا جماعه ايه اجمالي الرواتب اجمالي اجمالي الرواتب اهي ونكبر دي كده شويه اهي يبقى ندوس ايه بقى ودي لي كده هندوس ايكوال وبعدين ندوس على سام دبل كليك سام اهي هندوس عليها دبل كليك بالشمال اهو دبل كليك تمام وبعدين نعلم بقى على الـ على الرو على الكولمن كولمن كله كولمن كله اهو ونروح دايسين انتر وندوس انتر تمام يا جماعه بيقول لك ايه بقى بيقول لك ان اجمالي الرواتب دي كلها ب 56000 جنيه فاهمين الو انتوا معايا هنا يا جماعه صح تمام انا عايز اعرف احنا كام محاسب بص انا عايز اعرف كل الموظفين اللي موجودين كام واحد عدد الموظفين حد هيقول لي المعادله بتاعتها انا عايز اعرف عدد الموظفين كام واحد معادله الكاونت بقى ونيجي على الكولوم بتاع اسم الموظف اقول لي كده يساوي كاونت كاونت بس اه تمام كاونت احنا عايزين نعرف الارقام يعني كاونت ايه كويس كويس جدع جدع كاونت ايه ندوس عليها مرتين اهو وندوس أيوه. على اسامي كل الموظفين اهو تمام قال لك كل الموظفين كام 20 20 يبقى احنا عندنا 20 موظف ب 56000 جنيه صح كده تمام صح تمام حد يعرف حد يعرف المتوسط ده بيتحسب ازاي؟ معادلة الافريج بقى هنقسم ده على ده مش لازم افريج انا بتكلم في حتة المتوسط حد يعرف يعني ايه متوسط؟ يعني لا بياخد كتير ولا بياخد قليل اللي هو متوسط الرواتب اللي عندي لا مش كده بصي يا ستي بصي لما كل يوم ده هو المجموع بصي لما كل يوم انت بتاخدي جنيه يبقى انت في الشهر المتوسط بتاعك كام؟ جنيه لان انت بتاخدي كل يوم جنيه لكن لما تاخدي يوم 10 جنيه وتاخدي يوم تاني 5 جنيه وتاخدي يوم تالت 20 جنيه يبقى المتوسط بتاعك كام؟ 15 جنيه المتوسط بتبقى الحسبه بتاعته ازاي؟ بتبقى متوسط راتب الفرد هتبقى عباره عن ايه؟
الفرد الواحد مش الموظفين كلهم. ايوه المتوسط بتاعه. هنروح دايسين ده على ده، هيبقى المتوسط كام؟ 2800 جنيه. فاهمين؟ فاهمين يا جماعه اللي انا بعمله ده ولا لا؟ ايوه تمام. لا انا عايز حد تاني غير محمد عماره وغير ساره، يعني عايز حد تاني. مين اللي عمل؟ ايمان مش فاهم ايمان؟ تمام انا فاهم. مصطفى انا حاسس ان انت واقف في فرح مش عارف ليه. انت بتكلمني في نعم. انت بتكلمني في صدى صوت بيجي وراك. اه تمام عشان فاتح الجهاز بس هيك. طب حاول تقفل حاجه منهم يعني. يعني حاول تقفل. ما هو انا ما عنديش المايك شغال على الجهاز. انا المايك مش شغال على الجهاز فمش عارف اكلمه. ماشي يا مصطفى. اه تمام. آه انتوا كده تمام كده يا جماعه؟ اه تمام كده. تمام كده احنا خلصنا عرفنا دي كده. طب تعالى بقى لده بقى، ده اللي جاي ده احلى بكتير قوي اهو. بصوا بقى يا جماعه اللي جاي ده احلى بكتير قوي. لا انا عايز اعرف اجمالي مرتبات المحاسبين بس. حد فاهم انا بقول ايه ولا لا؟ يا الدنيا المحاسبين بس، اجمالي مرتبات المحاسبين بس. ماشي ممكن اعمل فلتر باسماء اللي انا عايزهم زي محاسب مثلا وبعد كده اجمعهم معايا. طب لو انا عندي محاسب واداري ومهندس وقانوني واذن واداري تاني، انت هتعملها كم مره؟ هتعمل الفلتر ده كم مره؟ هعمله عدد الوظائف يعني 6 مرات. 6 مرات. طب لو عندك 20 وظيفه هتعملها 20 مره؟ لا اكيد. هي اكيد ليها معادله يعني. بالظبط. مش ان نعملها صامخ يبقى معادله نجمع بشويه. هو كل حاجه هتتعمل في الفلتر. ممكن اعمل صامخ يا فندم. صامخ اعملها بصامخ. هو انا سمعته وحد قالها. ماشي كويس جدا. انا قلتها برضه. ماشي كويس قوي علي. كويس قوي علي. بصوا يا جماعه احنا قلنا ان صم دي، احنا قلنا ان كلمه صم يعني جمع صح؟ ان احنا بنجمع صح؟ الو ركزوا معايا بالله عليكم. جمع تمام مع حضرتك. بصوا يا جماعه احنا مركزين بس عشان تتقال على بعضها. ماشي بصوا يا جماعه الصم اف دي المعادله بيقول لك اجمع بس بشرط، بمجرد ما يتقال لك جمله اف يعني شرط يعني جمع بس بشرط معين. فاهمين قصدي ايه؟ الجمع بس بشرط معين. افتكروا الكلمتين دول كويس قوي اهو. انا هعملها لكم دي كده عشان تبقوا شايفين. جمع اهي، جمع اهو تمام. هنيجي نقف هنا. بصوا بقى ركزوا بقى اللي انا هعمله ده. اللي انا هعمله ده اهو سم اف اهو. بص تلاقي سم اف اهي، تروح دايس عليها مرتين بالشمال. الرينج، الرينج ده اللي هو المدى. المدى ده اللي هو ايه؟ انت عايز تدور فين؟ اقول له انا عايز ادور ما بين المسمى الوظيفي اللي هو اللي فيه محاسب واداري وده، وتقف على العمود كله. خلاص العمود كله اهو. بصوا بقى ايه المعادله. حد عارف المعادله اللي بعديها ايه بقى؟ اللي بيتقال بعديها ايه؟ كريتيريا. كريتيريا. بصوا بقى بس بعد الرينج في حاجه اسمها كوما اهي. لو تلاحظوا بصوا في كوما بعد. خدت بالكم من الحته دي يا جماعه؟ ها ساره ايمان تمام. ها جيهان خدت بالكم من الحته دي؟ ايوه تمام. هتلاقوا بعد كلمه رينج دي في كوما، هنروح دايسين على الكوما. بصوا اول ما ندوس على الكوما اللي هيحصل تلاقي كلمه كرايتيريا سودت كده وكبرت. يبقى احنا داخلين في الكرايتيريا. الكرايتيريا دي اللي هي ايه؟ اللي هي القيمه. انت بتدور بايه؟ قول له انا عايز ادور بكلمه محاسب. بعد الكرايتيريا في كوما، نروح دايسين على الكوما. انت عايز تجمع ايه؟ اقول له انا عايز اجمع الرواتب اهي. نروح دايسين ايه اللي حصل بقى؟ بصوا بقى اوريكم ايه اللي حصل. ان اجمالي وظيفه المحاسب حوالي 12665 واحد 65 جنيه. ولو جيت سحبت، بصوا يا جماعه لما اجي اقف على الخليه دي كده هتلاقي في مربع كده. بص في مثلث، قصدي مثلث ايه اسمه ايه، في زي علامه زائد ظهرت اهي بوينت كده بنشدها لتحت. هنشدها لتحت كويس بس. طب حد خد باله من انا عملت ايه ولا لا؟
اللي احنا عملناه تلقائي يعني على الباقي. حسبنا بس المرتبات بتاعت الاداري والمهندس والقانوني وكله بس بنفس المعادله. بنفس المعادله. طب لو انا غيرت، بص لو انا جيت شلت كلمه اداري دي من هنا، بصوا كده لو انا عملت من هنا ايه اللي هيحصل؟ بصوا هنا وبصوا هنا. بصوا رقم 25 ل 12 ل 22000. خدت بالكم من اللقطه دي؟ لانه بالنسبه له دي خليه فاضيه. بالظبط بالظبط، جدع كويس قوي، فاهمين؟ فهي دي المعادله اللي بتعد كل الحاجات. طب لو انا جيت بصوا الرقم بتاعه، يعني المبلغ بتاعه لسه موجود. بالظبط. لو انا جيت بقى زودت هنا كلمه محاسب، بص لو انا جيت زودت هنا كلمه محاسب، المحاسبين فوق هنا بياخدوا كام؟ كلهم على بعضهم 12600 جنيه. لو انا خليت المحاسب دي قدامها هنا 1000 جنيه، لا مش خليها 1000، خليها 5000 جنيه. كانت الاول كانت فوق 12، بصوا بقت كام؟ بقت 17000. فاهمين قصدي؟ فاهمين ولا لا؟ المعادله بتشتغل عادي طول ما الشرط موجود، فهي بتنفذ المعادله. دي حلوه في ايه بقى يا جماعه؟ دي حلوه ان انت يبقى عندك حسابات الناس كلها بالمعادلات، فاهمين؟ ان هي تبقى الحاجه محسوبه قصادك، بمجرد ما تزود كلمه اداري او مهندس او محاسب او مبرمج او اي حاجه تاني تلاقي الارقام زادت لوحدها. فاهمين قصدي؟ الو. طب هي المعادله ممكن نعمل معادله تاني؟ لا ده استني بقى، ده احنا هنعمل حاجه احلى واحلى بقى. انا عايز اعرف عدد. انا عايز المعادله دي تاني، معلش ما ركزتش. حاضر اهو. بصوا بقى يا جماعه، بصوا اللي جاي، هنمسح دي كده الاول، تعالوا بقى نعملها من الاول. خلاص هنقول ايه؟ معلش انا سامع صوت بس كتير قوي كده، معلش انا هعمل دي ميوت. بصوا يا جماعه، راتب الموظف، الراتب الموظف ده نروح دايسين عليه يساوي. انت مين اللي كانت بتقول لي؟ ساره. ايوه معايا بقى ساره. هنروح دايسين ايه؟ صم. هتلاقي اول ما ندوس صم هتلاقي في حاجه ظهرت اهي، صم اف، ندوس عليها مرتين اهي، تمام اهي. خلاص كده. الرينج، الرينج ده بيقول لي انت بتدور فين، المدى الحركي اللي انت او المدى اللي انت فيه ده، اللي هو انت بتدور فين. اقول له انا بدور في المسمى الوظيفي. فاهمه اللي انا بقوله ده ولا لا يا ساره؟ ما حضرتك. هو لو انا بدور باسم، بص انا دلوقتي اللي معايا ايه؟ الحاجه اللي معايا اللي هو المحاسب، المحاسب ده مش في اسم الموظف، المحاسب ده فين؟ في المسمى الوظيفي. فاهم قصدي؟ هنروح دايسين صم اف اهي مرتين اهي. هيقول لي انت بتدور فين؟ اقول له بدور هنا في المسمى الوظيفي. بصي هنا بمجرد هي لسه في الرينج، بصي سودا اهي سودا، بمجرد ما ادوس كوما ايه اللي هيحصل؟ هنتنقل على الكرايتيريا. يقول لي يعني انا اللي بدوس الكوما. انا اللي بدوس الكوما. تمام. اول بيقول لي بقى ايه؟ انت بتدور بايه؟ اقول له انا بدور باسم المحاسب الخليه دي. فاهمه؟ تمام. بيقول لي انت عايز نتيجه ايه؟ صم، حتى بيقول لك صم رينج اللي هو المدى الحركي، المدى اللي انت عايز تجمعه ايه؟ قلنا انا عايز اجمع الموظفين، راتب الموظف. صح ولا غلط؟ تمام. وروح دايس انتر. تمام؟ وروح ساحب المعادله. تمام. طب لما جيت سحبتها بقى هو نفذها لي ازاي على الاداري والمهندس والقانوني؟ هتشوفيها دلوقتي، هتشوفيها. هنسحب تحت كده اهو. بصي المعادله اهي. بصي حتى المعادله هي واقفه اهي على القانوني اهي، المعادله بتنزل لوحدها. انا ما حددتش العمود كله. انا فاهم انا حددت الخليه دي، فالخليه دي لما باجي انزل هو خد تلقائي ازاي بقى الخلايا اللي تحتيها؟ اهي الخليه اللي كانت فوق كانت اسمها ايه؟ الخليه كانت اسمها جي 4. جي 4 اهي، جي 4 لما جه نزل لتحت اهي بقت جي 5، هي بتنزل اوتوماتيك لوحدها. انا مش مثبت خليه، فاهمه؟ الاكسل لو انت مش مثبته له الخليه هتلاقيه بينزل لوحده. انت عارفه يعني ايه تثبيت خليه ولا لا؟ ايوه، يعني هي بتبقى ما بسحبهاش، هي بتبقى موجوده في مربع واحد بس، ما بتبقاش موجوده في كله. لا مش فاهم، فوضحي لي اكتر. يعني بثبت ان انا مثلا عايز اخد من الخليه دي بس، مش عايز اخد من العمود كله. طب انا هقول لك انا هعمل ايه. الخليه دي عشان انت مش فاهمه، يعني انا اللي انا لاحظته انك مش فاهمه يعني ايه خليه، يعني ايه تثبيت خليه. بص يا ستي، دي 2 وهنا 10، صح؟ وهنا 4. تمام.
وهنا 5 وهنا 6. لما اجي اضرب الاثنين في 10 ايه اللي هيحصل؟ هتبقى 20 صح؟ تمام. لو جيت سحبتها لتحت المفروض اللي انا عايز 4 في 10 و5 في 10 و6 في 10 ايه اللي هيحصل؟ المفروض ان الخليه دي هتطلع كام؟ هتطلع 40. 4 في 10 ب 40. لما جيت اسحب المعادله كده ايه اللي هيحصل؟ بص ايه اللي حصل، قولي لي كده ايه اللي حصل. عمل لي خد لي العمود كله. مش خد العمود كله، الخلية بتنزل. لما انا جيت ضربت 2 في 10 جاب لي 20. طب المفروض ان انا عايز اضرب 4 في 10 فتطلع لي 40 مش 80. ايه اللي حصل؟ هو بقى ما خدش من العمود اللي فوق. ليه هو خد؟ ما خدش من الكلام اللي فوق، خد من اللي تحت منه. يعني ايه الكلام اللي فوق بالراحة؟ ايوه خد من اللي تحت منه عشان انا ما قلتلوش ثبت اللي فوق. بصي عارفة بقى تتحسب ازاي؟ بصي لو انا جيت وقفت على المعادلة الاربعة اتضربت في العشرين لان المعادلة بتنزل، فاهمة؟ المفروض الاربعة تمام. طب ما انا شغالة بمعادلة فوق، انا شغالة بمعادلة ايه فوق؟ عشان بقى تحسبيها صح تتحسب ازاي؟ تروحي دايسة يساوي الاثنين هتضربيها في العشرة، والعشرة دي هتروحي دايسة على اف اربعة. شايف علامة الدولار دي؟ خدتي بالك من علامة الدولار دي؟ لما تدوس انتر علامة الدولار دي بتثبت لك الخلية دي بس. لو جيت انزل الاربعة اتضربت في العشرة، الخمسة اتضربت في العشرة، الستة اتضربت في العشرة. حتى لما تيجي تبص على المعادلة تلاقيها دي متثبتة فوق اهي. خدتي بالك من اللي انا قلته ولا لا؟ بس العلامة دي جبناها منين؟ لما جينا ضربنا بس؟ لما لا في أي حاجة، لو دوست اف 10، لو دوست قصدي اف 4. يعني المعادلة دي أنا دايس عليها اف 4 دي، عشان كده في علامة دولار أهي ظهرت. تمام. هنروح ماسحين بقى كده. فهي عشان أنا مش مثبت الحتة دي فهتلاقيها بتنزل، يعني كل ما أنزل كل ما تاخد اللي قدامها، كل ما أنزل كل ما تاخد اللي قدامها، كل ما أنزل كل ما تاخد اللي قدامها، فاهم قصدي ولا لأ؟ تمام. لو مش فاهمه هتفهميها في اللي جاي. بصوا يا جماعه سامعيني كده يا جماعه ولا لا؟ الو باشمهندسين مفيش حد تاني ولا هي كانت صراحه؟ ايوه سامعيني بصوت. ايوه مع حضرتك بس مع حضرتك. بص بقى دلوقتي احنا عايزين عدد الموظفين اللي هو المحاسبين. ها ها حد عنده حل؟ عمارة محمد عمارة حد يعني ممكن سم افس؟ ها حد فاهم؟ حد مين اللي قال سم افس؟ انا فاهم. ماشي ماشي يا عمار. حد عنده حل تاني يا عمارة؟ حد عنده حل تاني؟ انا عايز اعد المحاسبين بس، عايز اعد المهندسين بس. ها عندك حل يا عمارة؟ ممكن تبقى كاونت اف مثلا، لو كاونت اف في معادله اكويشن مثلا كويس كويس اللي احنا عملناه هنا بقى. بصوا يا جماعه مش احنا قلنا ان سام اف ان سام دي جمع، وان سام اف يعني تجمع بس بشرط معين. كاونت ايه دي جمع او دي عد، قصدي دي اللي عدت كاونت قصدي اهي. لا ثواني انا اتلخبطت اهي. كاونت دي للعد اهي، يبقى كاونت اف جيل اهو تسجيل المحاضره اهو، ونعمل شير. لا شير لا اسمه ايه، شير سكرين بورشن اهو. احنا قلنا ايه؟ ان كاونت دي نعد بيها، يبقى كاونت اف عد نعد بشرط معين، بس بشرط معين صح ولا غلط يا جماعه؟ خليكي بقى معايا بقى صرف الحته دي. بصوا بقى عشان نعد المحاسبين هنعمل يساوي وحاجه اسمها كاونت اف اهي، دوس عليها مرتين حاجتين بسيطة قوي. قال لي انت عايز انت بتدور فين؟ اقول له انا بدور في المسمى الوظيفي. صح ولا غلط يا ساره؟ تمام. بعد كده نروح دايسين كوما، لو تلاحظي بعد الرينج دي هتلاقي فيها كوما. خدتي بالك ولا لا؟
أوه صح. هنروح دياسين كوما. قال لي انت الكرايتيريا دي انت بتعد بايه؟ انت عايز ايه اللي عده؟ اقول له عد لي المحاسب. وراح داس انتر. قال لي في اربع محاسبين. ونسحب تحت كده في اربع محاسبين وتسع اداريين ومهندس واحد وقانوني واحد واذن ومبرمج. طب ما تيجي نتاكد المحاسب ده فيه اربعه فعلا. تعالى كده نشوف كده, دوس فلتر ونروح مختارين المحاسب. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة, طلع كلامه صح. طب الاداري واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة, الكلام كده صح. هل حد مش فاهم حاجة؟ فاهمين الحمد لله. والله بكلم جد والله. يعني هل المعلومة دي كده جت فرقت معاك شوية ولا يا جماعة؟ تمام شرح بسيط والله واضح. يعني هل حد كان بيستخدم اكسل اول مره يقابل سام اف وكاونت اف؟ متهيالي يا ساره انت اول مره تقابليهم. انا مش بطبق فبنسيها. انا كنت اشتغلته فيه زمان قوي, فمن قله شغلي ليه نسيته خالص, فبس انا عارفه تقريبا الحاجه. كويس جدا كويس جدا. بصوا بقى يا جماعه بقى بنسى الحاجه بتتعمل ازاي. كويس جدا. ممكن بقى نعمل بقى حركه بقى حلوه قوي, هنا نروح قايلين مثلا ايه متوسط الفرد. بصوا بقى متوسط الفرد, نروح بقى قاسمين ايه المتوسط, نقسم المرتب على العدد على العدد اهو, ونخليهم شكلهم حلو كده بالفورمات بنتر. بصوا يا جماعه صح, بصوا كده لو تلاحظوا, بص الفرق هنا 2858 وكسور كده. فانا عايز اخلي الشكل ده زي الشكل ده, اروح اعمل هنا زي قلت لكم على الفورمات بنتر, اعلم كده واخلي الفورمات بنتر اهي واروح معلم كده. بص الشكل بقى جميل ازاي بقى متوسط. بصوا يا جماعه عشان بقى نحسبها بقى حسابات حلوه كده, متوسط الفرد المحاسب متوسط مرتبه 3166 جنيه, متوسط الاداري 2859, متوسط المهندس 2400, متوسط المبرمج 3000. انا شايف الحاجه دي جامده جدا يا جماعه والله بكلمكم بجد. ها يا جماعه ايه الاخبار؟ الو هل انتوا سامعيني ولا معلش يا جماعه في ناس واقعه خالص. ريهام, شيماء, شمس, نورهان, جهاد, هشام, ايمان, يعني الناس ما بتردش عليا ليه؟ علي, سلامة, ما حدش بيرد لي. الو ما حضرتك ما حضرتك يعني ردوا عليا والله. يعني احنا معاك مش هضايقك والله, بس انا بس ببقى عايز الناس تبقى معايا. انا بحس الناس فاتحه الموبايلات وخلاص. اه والله احنا متابعين مع حضرتك الشر يا عم والله. انا عارف وربنا ان انت متابع. تعال بقى للمثال ده. المثال ده يبقى سهل جدا. بص المثال ده بيقول لك ايه بقى, احنا عايزين نعملها بقى بطريقه مختلفه شويه. احنا عايزين نجيب حاجه كده حلوه. بص احنا عايزين نجيب اسم الموظف ومجموع مبيعاته تبقى ظاهره, خلاص كده. طب عشان مجموع مبيعاته دي هنعملها ازاي؟ ما تتكلمش يا عمار, حد يعرف يا جماعه حل تاني للمجموع؟ يعني انا عايز اعد مجموع مبيعات الموظف الفلاني, هنحلها ازاي؟ معادله ايه؟ استاذ محمد فاضل دقيقه, هندخل تاني على نفس اللينك ولا واحد تاني؟ تمام. ها هنحلها ازاي؟ سام اف. هنعمل سام اف بالظبط. بص هنحلها ازاي, ندوس يساوي سام اف. احنا بندور بايه دلوقتي؟ باسم الموظف. يبقى احنا هندور فين؟ هندور في اسم الموظف اهو, ونروح دايسين ايه. بص لو تلاحظوا بعد كلمه الرينج دي هتلاقي في كوما, نروح دايسين الكوما. يقول لك انت بتدور بايه؟ اقول له انا بدور بده بالخليه الفاضيه دي. بعد كده اروح دايس كوما تاني. قال لي انت بتدور فين؟ اقول له انا بدور هنا, واروح دايس انتر. ممكن حد يساعدني؟ عملنا بتاعت الاسم الموظف يا استاذنا. عملنا اسم الموظف. طب نعمل بقى الشهر بقى. ايش نفس الخليه برضو سام اف؟
ايون تعالوا بقى كده سم اف اهي يبقى ايكوال اي ايون تمام الرينج هنعمل الرينج اللي هو الشهر هندور في الشهر بقى المره دي هندور في الشهر هنختار الرينج كله الشهر تمام وبعد كده هندوس ايه تاني الايكوال الفاصله بتاعتنا وبعد كده هندور من الكرايتيريا دي اللي هي ايه الكرايتيريا دي اللي هو الشهر اللي هو الخليه الفاضيه دي الخليه الفاضيه اللي هي تمام وبعد كده السم بقى رينج ده نجمع انهي رينج المبيعات برضه المبيعات انتر كده لسه الحاجه صفر صح كده طب تعالوا ناخد شهر ناخد شهر ايه مثلا هو في 1 7 8 9 6 وهكذا ناخد شهر شهر واحد مثلا واحد بقى واحد دوس انتر ايه اللي حصل بص الواحد شهر واحد مبيعاته ب 1032 طب تعالى كده نتاكد اختار كده شهر واحد المبيعات 1032 خلاص طب لا طب ب 803 المجموعه اهو يا جماعه 803 اهو 803 الصم 803 طب تعال نجيب اسم الموظف ناخد موظف اسمه ايه هنا ها زياد احمد ناخد زياد ده كده كوبي ونحطه هنا بيست اهو زياد 2995 تعال كده نجيب كلمه زياد هم مبيعاته اهي 2095 لو تلاحظوا المجموعة 2095 اهو ايه رايكم يا جماعه شباب ايه اخبار الدنيا هنا دلوقتي تمام الموضوع طلع سهل ادين ليه الموضوع والله كويس على فكره والله الموضوع فعلا كويس على فكره زين كويس جدا على فكره بس هي بس الموضوع الناس بتخاف بس مش اكتر ها هو بس كميه المعادلات اللي طلب مننا ان احنا نحفظ معادلات كتير جدا بس مع الوقت هتعرفيها جان ما احنا اكيد مش هنستخدم كل المعادلات دي يا استاذنا طبعا بس اقول لك معادلات كتير قوي انا بجيب لك المعادلات المطلوبه فاهم قصدي ايوه لا اللي بتبقى الضغط عليها الاكثر استخداما الاكثر استخداما ايوه بالظبط الاكثر استخداما جدع عماره الاكثر استخداما بس كده هل يا جماعة عايز اسأل اي سؤال؟ طب في حد مش عايز اسأل اي سؤال؟ هو لو انا عايز اربط الاوتوسام دوت الشيت ده بالشيت التاني عادي اعملها برضو بسيطة زي كده ولا برضو جدا بسيطة جدا على فكرة انا مش بهزر بسيطة جدا ان انا اربط كذا شيت مع بعض بنفس المعادلات طب انا اقول لك على حاجه حلوه جدا هقول لك على حاجه نعملها كده وبعد كده خلاص شايفه كلمه شفتي المجموع ده هو ركزوا معايا يا جماعه بالله عليكم بس ركزوا معايا اللقطه دي معايا عماره معايا شام معايا كل الناس مش احنا قلنا ان دي سم اف باسم الموظف صح كده هنروح عاملين هنا نحطهم ما بين قوسين ونروح عاملين زائد ونعمل سم اف تانية عارفين ليه ولا لا حد عارف انا بعمل ايه ولا لا هعمل شرط تاني هعمل شرطين وهربط الشيت اللي تحت ده هنا خلاص يقول لي انت عايز تدور هتدور فيه اقول له تدور في اسم الموظف هنا اللي هو اسم الموظف ده اهي المعادله اهي شغاله اهي تمام وهيروح قايل لي طب انت بتدور فين خلي الكرايتيريا دي كده في الاخر طب انت عايز تجمع ايه اقول له انا عايز اجمع الراتب الوظيفي الراتب ولا المبيعات ما انا ما عنديش مبيعات اقول له بقى الراتب بقى لان انا ما عنديش مبيعات فاهمين قصدي وروح دايس انتر هنا الكرايتيريا لسه ما حطيتهاش هقول له الكرايتيريا دي حطها لي دي خدت بالكم من دي من الحته دي وندوس انتر هنا لو انا شلت دي كده هتتحط هتبقى زيرو عادي لكن لو انا جبت اسم واحد من هنا مثلا حسين يزن ده وحطيته هنا ايه اللي هيحصل يا جماعه جاب لي المرتب هيجيب المرتب ايه رايك يا ستي
خطواتها كتيرة شوية. بس هتتعلميها. انت اكنك بتعملي سام اف مرتين. فاهمة؟ تمام. بس دي حاجة حلوة ان انت بتحطي اي اسم. عارفة زي ما تقولي ايه؟ ان انت ربطة قاعدتين بيانات بس بحاجة واحدة. فاهمة؟ بحيث ان انت لما تكتبي مثلا يعني انت مثلا بتدوري مثلا محمود خميس هيطلع لك محمود خميس اهو المجموع بتاعه. طب لو انت جبت مثلا واحد زي رياض حسعيد انس ده وحطيتيها هنا جابت لك برضو المرتب بتاعه. فاهم قصدي؟ انت كده ربطتي قاعدتين بيانات ب ب ب بحاجه واحده. فاهم قصدي؟ اه تمام. الموضوع كده هيبقى افضل على فكره بكتير. وكل ما تتعمقي اكتر كل ما هتلاقي الموضوع فيه حاجات تسهل عليك شغل كتير. لو سمحت اتفضلي. انا ما فهمتهاش، انا حاسه ان في خلل. انا كنت حاسس بكده برضه. بص يا سمح، حاسس ان لا مش متطابق يعني. احنا دخلنا حطينا الشرطين بس الاثنين مش راكبين على بعض. بص يا ستي، احنا عملنا انهم بس الفرق ان احنا زودنا قوس وجمعناهم مش كده؟ بس هو ده اللي احنا عملناه والله. اهو ثواني هنرجع كده خالص اهو. بس احنا كنا عاملين الاول دي سام اف عاديه، يعني لو انا جيت خدت اسم من هنا اللي هو جلال ابراهيم ده مثلا مش هيتعمل هنا حاجه، هتلاقي زيرو لان هنا جلال مش موجود في قاعده البيانات دي. صح ولا غلط؟ الو؟ ايوه. معلش انا اسف لو انا قطعتك يعني، معلش انا اسف. لا 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 عادي يعني. المهم يا ستي، احنا بقى عايزين نحط اسامي الموظفين هنا دولت كمان، يعني نحط القاعده دي كده اسامي الموظفين دي هنا نربطها بدي. هنربطها ازاي؟ هنروح شايفين قاعده اللي هي سام اف دي عاديه دي خالص، احنا بنيجي نقف عليها من هنا نروح دايسين زائد بس. فاهمين؟ الو تمام. ونروح عاملين ايه؟ سام اف. اي هنعمل قوس في الاول قبل السام اف او زودنا عليها وخلاص اهي، مش لازم نحطها بين قوسين. زائد تمام. انت بتدور فين؟ هقول له يا فندم انا بدور في اسم الموظف هنا، انا اخترت الرقم شيت رقم 3 اهو، رحت جاي على اسم الموظف اهي، المعادله اهي شغاله اهي. بعد الرينج فيه ايه؟ انا حسيت ان بعد الرينج دي بيقول لك زي بعد الحب فيه ايه؟ بعد الرينج فيه ايه؟ المكان اللي هحط فيه. لا بعد الرينج فيه كوما. الكوما ده اه الكوما. تمام تمام. الكرايتيريا هنروح راجعين برضو في الشيت رقم 4 ونروح دايسين على الكريتيريا. اهي الكريتيريا اهي. المعادله اهي على فكره لسه شغاله اهي. بعد كده نروح دايسين بعد الكريتيريا ايه؟ كوما. اه كوما. يقول لي انت عايز تجمع ايه؟ اقول له انا عايز اجمع ايه؟ ها؟ انت مرتبات. المرتب بتاعه في الشيت التاني. المرتب اهو. اهو ونروح قافلين الكوس اهو. ونروح دايسين انتر. خلاص كده. لو انا خدت مؤمن رياض هيطلع لي نتيجه هنا. طب لو انا خدت بقى واحد من هنا اللي هو محمد سافعين ده وحطيته هنا هيطلع لي برضو المرتب بتاعه. صح ولا غلط؟ بص انا قصدي على المسمى، يعني ليه مجموع بيانات وانا اصلا هناك بجمع رواتب؟ انا معلش انا يعني. طب اقول لك انا على حاجه ثواني، انا هاخد دي كده هنا اهو. انا اسف. صح انا اسف. هو عشان ما عندوش شيتين نفس الحاجه. لا 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 هي على فكره معلش انا اسف. انا هحطها لك اهو ونخلي دي اسمها المبيعات. هل كده الكلام بقى اوضح؟ اه يعني دي طريقه ان احنا نربط مثلا شيتين ليهم نفس المبدا اهو. كده انا حطيت لك المبيعات اهو، ده اسمه مبيعات وده اسمه مبيعات. صح كده؟ الاكسل مش فاهم يعني ايه مبيعات يعني ايه مرتبات. تمام. هو الاكسل شايفهم ارقام وخلاص. معايا ولا لا؟ طب سؤال، هو انا لو عملت ديليت كده بيمسح لي المعادله من جوه ال هنا ويعني؟ لا وضحي لي اكتر. في فرق ما بين الديليت مثلا ما يضيعليش المعادله، يمسح لي بس بيانات. لا مش فاهم. يعني ساعات انا ببقى خلاص عملت معادله تمام، اجي بقى عايزه امسح الداتا بس اللي جوه، مش عايزه امسح المعادله اللي انا شغاله عليها، فلما باجي ساعات امسحها يبقى عامل المعادله خالص. مش فاهم انا حاجه. لو تعرفي تعلميني على الجهاز علميني.
علمي دلوقتي لو انت تعرفي تكتبي حاجه. بتتكلم استاذنا ليه لو عملت معادله وعايزه مثلا تشيل صف هي محدده، هي بتتكلم في النقطه دي يعني حاجه جوه المعادله. لو اشيل مثلا يعني اشيل مثلا احمد السيد ده قصدك مثلا من هنا مثلا اشيله كده ديليت؟ لا وهي بتكتب المعادله بوظ لي بقى المعادله نفسها. لا ما هو مش جوه المعادله، هو احمد السيد ده هو مش جوه المعادله، هو مسحته اهو. ولو كتبت احمد السيد هنا هتطلع لك المعادله اهو، فاهمه ولا لا؟ احمد السيد مش طرف في المعادله. هقول لك بقى امتى المعادله تبقى بايظه. انا كده فهمتك، المعادله تبقى بايظه لو انا جيت دوست دي، لو انا جيت مسحت دي كده. بصي اتضربت اهي، صح كده؟ انما مش ببيان واحد. لا انا اقصد لو الخانه، انا عملت انسرت الخانه مثلا وهي مش مطبق عليها المعادله، فهحتاج اعمل المعادله من اول وجديد. بصي بصراحه ساره انا مش فاهمك قوي، بس يعني انا اكيد عارف ان انت بتحكي فيه، بس مش عارف توصله لي يعني انا مش عارفه اوصل لحضرتك فعلا اللي عايزه. يعني لو دوست انسرت، لو انا دوست انسرت هنا كده المعادله تقدر شغاله. لو انا دوست انسرت كده المعادله تفضل شغاله. لو انا جيت مسحتها كده المعادله برضه هتفضل شغاله. لكن لو انا جيت مسحتها نعم، لو في خليه واحده وجيت شلتها ممكن المعادله بتاعتها تتمسح؟ لا اهو لو دوست شلت كده مفيش اي حاجه، شلت خانه واحده مفيش اي حاجه، بس ما يبوظليش المعادله. لا المعادله بعيده خالص. لا المعادله ما انا بقول لك لو انا جيت شلت المبيعات دي خالص هتضرب المعادله اهي. المعادله ضربت، بيقول لي الريف دي اللي هي ريفرنسز. بيقول لي ان الريفرنس مش فاهمني حضرتك، يعني انا عملت العمود مثلا الدي ده كله مع بعض تمام، جيت شلت واحد منهم حاجه من جواها شلتها تمام، هيبوظ لي بقى، هيعمل لي خلل في المعادله لو جيت بعد كده كتبت في نفس الخليه دي تاني؟ لا مفيش. لا مفيش. هيبوظ لي المعادله. لا مفيش. ما انا لو مسحت كل انا يعني لو شلتها ما بيمسحهاش من جوه المعادله، واجي اكتبها تاني ترجع تبوظها لي؟ اهو انا همسح الدي كله اهو، مفيش اي حاجه ظهرت اهو، مفيش حاجه باظت اهي، فاهمه؟ بس لو في اي حاجه زي كده قولي لي على طول، ابعتي لي على الجروب. اشيل مثلا واحده بس، ابعتي لي على الجروب وهتلاقيني على طول برد عليك واقول لك المشكله. خلاص ست معايا. ممكن يكون قصدها لو انا مسحت حاجه مثلا من المبيعات ازاي تسمع في الناتج؟ ما هو مش هتسمع في الناتج، هتبقى زيرو في الناتج. يعني هتشال السيل بتاعها كله. يعني مثلا زياد مثلا ده زياده، وانا احطه هنا كده، زياد ده عامل 2095. لو انا جيت عند زياد ده كده وعملت كده اهو، وعملت مسحت كل حاجات زياد وفكيت الفلتر، هتبقى زياد زيرو. ما هو زياد ما فيهوش مبيعات، ايه المشكله؟ تمام. لو رجعت كتبت بقى في الخانه اللي قدامه رقم تاني مش هيبوظ لي بقى حاجه في المعادله عادي؟ انا مسحت اهو زياد، واكتب هنا واحد وهنا واحد 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 واحد، يعني خمسة اهو كده. كام كده؟ خمسة اهو. هتلاقي زياد جاب لي خمسة اهو، في ايه؟ بصي لما تحصل حاجة زي كده ابعتي على الجروب وانا اقول لك المشكلة. تمام ميرسي، تحت امرك. في حاجة تانية يا جماعة حد حابب يسألها؟ بصوا بقى انا عندي بقى حاجة أخيرة بس كده. مش احنا كنا واخدين داتا من هنا وداتا من الناحية التانية؟ طب ايه رأيكم لو انا خدت شوية حاجات من الناحية التانية حطيتها هنا؟ يعني مثلا محمد سفعين ده لو انا جيت حطيت هنا قال لي هو عامل 101. طب افرضوا بقى رحت حاطط هنا محمد سفعين ورحت هنا حاطط 1000 او مثلا 1500، هل هتسمع؟ هتسمع، هيبقى 1601. ادينا مرتين. شفتوا بقى ايه رايكم؟ الموضوع ده جامد قوي على فكره. اذا كان هنا او هنا فهبيجيب لك الناتجين. بس كده. حد يا جماعه تمام كده يا جماعه الحته دي؟ هل فهمتوا حاجه ولا لا؟ يعني معلش يا جماعه الناس الساكته دي، حد يرد عليا حتى في اخر المحاضره؟ معلش انا اسف لان انا بعطلكم يعني. لا تمام فاهمين. هو كده بس جمع مرتين صح؟ لا مش جمع، هو جمع كل مبيعاته مش جمع مرتين. يعني جمع المبيعات هناك وهنا في الشتين. ايوه لكن ما جمعش مرتين. تمام كده؟ حد يا جماعة عنده أي سؤال أي استفسار؟ يا شباب
يا شباب. تمام. ايوه اقفل بقك. تمام هو ده اللي عندي. تمام. ماشي يا ستي، انا مبسوط والله ان انا اتكلمت معاكم، بس اتمنى بس الناس السايلنت دي، انا يعني بجد بجد الموضوع بقى رخم قوي بصراحه، اللي انا عمال اتكلم وهم محدش بيرد خالص. فهند انت معايا هند؟ فماشي انا اقول لك. تمام شكرا جدا يا جماعه ليكم. على فكره صح انا ليا مع حضرتك، بس انا سايبه لهم الفرصه عشان يتكلموا، عشان بصراحه بصراحه انا يعني بس جدا الناس ما بتردش خالص. انا تمام، انا بس حابه افهمهم ان استاذ محمد بيحب المتفاعلين دايما معاه بصراحه. لا لان انا دي تالت فرصه معاه. فانا تمام كده يا جماعه، انا مبسوط والله انا اتكلمت معاكم، مفيش اي مشكله. انا صح عندي قناه على اليوتيوب بقدم فيها حاجات على الاكسل وبشرح فيها حاجات في الاكسل. القناه هنا اكتبها في ال في ما اعرفش فين، في الشات اهو، في الشات. ايوه القناه اسمها السر ماشي حاضر ابعتها لكم دلوقتي. القناه هي دي على اليوتيوب، دي بتشرح حاجات في الاكسل وبتعمل حاجات، بتكلم في حاجات كتير قوي. فاتمنى شكرا جدا ليكم يا جماعه، وان شاء الله المحاضره الجايه تبقوا يعني تفهموا اكتر واكتر باذن الله. شكرا جدا ليكم، مع السلامه. شكرا يا استاذ محمد لتعب حضرتك. ربنا يخليك. شكرا، مع السلامه. شكرا يا شباب للالتزام. شكرا شكرا مع بعض. لو في اي اسئله على الجروب ان شاء الله. شكرا، مع السلامه. مع السلامه.